بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. إذا نكمل، إذا في الحصة الماضية أو الحلقة الماضية كنا قد صححنا، بدأنا في تصحيح الامتحان مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لدورة يوليوز 2014 مادة اللغة العربية، وكنا قد وصلنا إلى حدود السؤال 11. إذن نكمل، إذن لكي نطيل مباشرة نمر للأسئلة. من السؤال 12 يقول: ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للصواب. لدينا الجملة التالية: الشعراء العرب الحقيقيون لم يتعاملوا مع اللغة معاملة العموم. علامة الجزم في الفعل يتعامل هي، هل هي علامة الجزم هي الواو أم حذف النون أم الضمة الظاهرة أم الضمة المقدرة؟ إذن بالنسبة للامتحان كنت ما لقيتش هذه الأسئلة 12 و13 و14 و15، يعني ملي أمبريميتهم لقيت هذه الورقة ناقصة من الانترنت، لهذا دبرت الأسئلة من مكان آخر وحاولت نكتبهم باش نصححهم. إذن علامة الجزم، إذن كما سبق في سؤال سابق في الحلقة الماضية عن الأفعال الخمسة، إذن شنو هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به، إذن هي كل فعل مضارع اتصلت به ياء المخاطبة، واو الجماعة، ثم ألف الاثنين. هذه هي الأفعال الخمسة. مثلا تفعلين، واو الجماعة قلنا فيها جوج، تفعلون، تفعلين، ثم ألف اثنين تهي فيها جوج، تفعلان، ثم يفعلان. من هذا ومولي هذا سميت بالأفعال الخمسة على هذه الخمسة ديال الكتابات هذو. إذن يتعاملون، إذن يتعاملون على وزن يفعلون، إذن واو الجماعة. إذن فين مشات ديك النون؟ إذن غادي نشوفو. إذن في الإعراب نتاع الأفعال الخمسة، إعراب الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. مثلا عندي هذه الجملة، هذه التلاميذ يذهبون إلى المدرسة. عندي هذا التلاميذ هي مبتدأ وهذا كامل خبر، إذن هذا الخبر هذا نوعه هو جملة فعلية، إذن يبتدئ بهذا الفعل يذهبون. شنو نعربه؟ هو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذا بغيت نغير هذه الجملة نكتب التلاميذ لم، إذن كيفاش غنكتب إلى المدرسة؟ كيفاش غنكتب هذا الفعل هذا؟ واش غنقول لم يذهبون؟ إذن هذا النون ما غاديش تكون هنايا، إذن هذه حرف جزم، لم يذهب، إذن بالسكون لم يذهب. إذن إذا كان عندي فعل يذهب راه مرفوع، فعل مضارع مرفوع، إذا دخلت عليه لم هذه حرف جزم غنقول لم يذهب، إذن هذا هو حرف الجزم، حروف الجزم. إذن هذا من الأفعال الخمسة بماذا يجزم؟ يجزم بحذف النون، كنحذف هذا النون وكتكون هنا ألف فارقة لأن عندي واو الجماعة هنا. إذن التلاميذ لم يذهبوا إلى المدرسة، مانيش نقول لم يذهبون إلى المدرسة، إذن هذا هو علامة الجزم الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون. إذن هنا لم يتعاملوا، مانيش نقول لم يتعاملون، إذن هنا حذفت النون، إذن هنا علامة الجزم هي الخيار الثاني، هي حذف النون، هي حذف النون. سؤال 13: صل أو صلي بسهم بين الكلمة ونوعها فيما يأتي. كان المصدر
اسم مفعول، اسم فاعل، ثم صيغة المبالغة. إذن بالنسبة لهذا الدرس تاع الصرف والتحويل، المصدر مثلا استخرج، استخراج هذا مصدر. اسم مفعول، الاسم مفعول يصاغ من الفعل الثلاثي كما يصاغ من الفعل غير الثلاثي. إذن عندنا قاعدة نتاعو، إذا كان عندي فعل ثلاثي مثلا كتب، اسم المفعول نتاعو هو مكتوب على وزن مفعول، ما فيهش مشكل. كتب مكتوب، خرج مخروج، علم معلوم، إلى غير ذلك. أما إذا كان غير ثلاثي فيصاغ على وزن مضارع، كنحولوه للمضارع ونبدلو ديك هي المضارع بميم مضمومة وفتح ما قبل آخره. مثلا استخرج مستخرج مستخرج. إذا استخرج، إذا كان عندي بحال هكا، استخرج المضارع نتاعو هو يستخرج، يستخرج. إذن اسم المفعول شنو هو؟ غادي هاد الياء المضارعة نبدلها بميم مضمومة مو، ثم فتح ما قبله، هذا ما قبل الآخر كيولي مفتوح كتولي مستخرج. أما بالنسبة لاسم الفاعل، إذا كان عندي فعل ثلاثي كيكون على وزن فاعل بحال كتب كاتب، خرج خارج، إلى غير ذلك. أما إذا كان غير ثلاثي فعنده نفس القاعدة نتاع اسم مفعول بحال هكا على وزن مضارعه بإبدال المضارع عن مضمومة وكسر ما قبل الأخير، بحال مثلا استخرج، استخرج. شنو هو المضارع نتاعو؟ يستخرج، يستخرج. نبدلو هاد الميم مضمومة وكسر ما قبل، كيبقى مكسور، كسر ما قبل أخره، مستخرج. هذا اسم فاعل وهذا اسم مفعول. ثم صيغة المبالغة عندها واحد الأوزان معينة، بحال مثلا غادي نشوفوها. إذا مصدر، فره مصدر، مفتتن، افتتان، افتتان، مفتتن، فتان. إذن فره المصدر افتتن، يفتتن، افتتان. إذا هذا افتتان مصدر، إذا هذا مصدر افتتان. اسم مفعول، فره شي حاجة، إذا كان عندي فعل، واش عندي شي حاجة على وزن مفعول هنا؟ ما كايناش. إذن غادي نشوف الفعل غير الثلاثي على وزن مضارعه بإبدال المضارع المضمومة وفتح ما قبل آخره، فرا شي حاجة ما قبل آخره مفتوحة بحال هذا، مفتتنون، مفتتنون، هذا هو اسم مفعول. إذن يفتتن، إذن هذه مضارعة تبدلت من مضمومة وفتح ما قبل آخره، هذا اسم مفعول. اسم فاعل، إذن بكسر ما قبل آخره، نفس الأخر، مفتتن، مفتتن. هذا هو الفرق بين اسم الفاعل واسم مفعول. اسم مفعول كيكون ما قبل آخره مفتوح، اسم الفاعل كيكون ما قبل آخره مكسور. إذن هذا هو اسم الفاعل. ثم صيغة المبالغة هي مثلا فتان على وزن فعال أو فعالة. إذن هذا صيغة مبالغة. ثم السؤال 14، ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة لمعنى كلمة دأب الواردة في النص، مما يأتي؟ هاد دأب واش كتعني؟ فاز بالشيء، بالغ في الشيء، أم صبر على الشيء، أم اعتاد على الشيء؟ إذا انطلاقا من النص، بعد قراءة النص سيتبين لك أن دأب هي اعتاد على الشيء، اعتاد على الشيء. ثم السؤال الموالي، سؤال 15، صل أو صلي بسهم بين الفعل ونوعه فيما يأتي: نوه، تستأنس، دحرج، تتأبى. إذن هنا عندي الفعل مجرد، فعل مازيد بحرفين، فعل مازيد بحرف، بحرف بحرفين، فعل مازيد بثلاث أحرف، ثم فعل مضاعف. إذن بالنسبة لهنا هنا نشوفوا هذا درس خاص بالصرف والتحويل، المجرد والمازيد. إذن بالنسبة للفعل، إما كيكون فيه ثلاثة الحروف، ثلاثة أحرف، ولا أربعة، ولا فعل خماسي فيه خمسة، أو لا فعل سداسي. ما كاينش أكثر من ستة وما كاينش أقل من جوج، لأن هذا هو الفعل، هذه حروف الفعل، ما يمكنش نلقى فعل سباعي ولا ثماني، ما كاينش في اللغة العربية. لا يمكن أن تجد فعل فيه سبعة الحروف أو لا ثمانية أو لا تسعة، إذا ما كاينش أكثر من ستة. أقصى حد هو ستة وأدنى حد هو ثلاثة، ما كاينش شي فعل فيه جوج حروف.
بالنسبة لمجرد المزيد كنردوه للأصل ونشوفه، بحال مثلا نوه، هذا الفعل هذا نوه، واش هو فعل مجرد أم فعل مزيد بحرف أم فعل مزيد بحرفين أم فعل مزيد بثلاثة أحرف؟ غادي نحسب الحروف ديالو، واحد جوج ثلاثة أربعة، عندي فيها أربعة ديال الحروف، حتى الشدة كتعتبر من الحروف. إذا لو بغيت الأصل نتاعو غادي نقول ناواها، مثلا ناواها من ثلاثة الحروف وفيه واحد الحرف زيادة اللي هو الشدة، إذن هذا مزيد بحرف واحد، حتى الشدة كنفرقوها لأن الشدة راه فيها جوج حروف. تستأنسو، تستأنسو إلا بغيت خصنا نردو الماضي ديالو، شنو هو الماضي نتاع تستأنسو؟ الماضي نتاعو هو استأنس، استأنس. شنو هو الأصل ديالو؟ الأصل ديالو هو أنس ولا أنسة، إذن فيه ثلاثة ديال الحروف، الأصل هذا هو ثلاثة الحروف، ونشوف شحال فيه زيادة، واحد جوج ثلاثة، إذن بقاو لي فيه ثلاثة ديال الحروف زيادة، إذن فيه مزيد بثلاثة أحرف، استأنس مزيد بثلاثة أحرف. دحرج، دحرج هذا فعل رباعي، فعل رباعي، هذا فعل مجرد رباعي، بحال دحرج، طمأن، إذن ما نقدرش ننقص منه حرف، لا نقص منه حرف، ما نقدرش نقول دحرى ولا حرجة، لأن هذه كلها حروف أصلية، كلها حروف أصلية، إذن فهو مجرد، إذن الفعل المجرد هو اللي كتكون فيه الحروف كلها أصلية، بحال مثلا إلا خديت كتابة فهو مجرد لأن أحرفه كلها أصلية، ولكن إلا خديت مثلا كتابة، كتابة فهذا مزيد، مزيد بحرف، إذن الحروف الأصلية ديالو هي الكاف والتاء والباء، كتابة ثم عندي واحد الحرف زائد هنا، إذن هذا مزيد وهذا مجرد. ثم نشوف تتأبى، تتأبى شنو هو الأصل ديالو؟ هو أبى، أبى، يأبى، إذن تتأبى إلا بغيت الأصل ديالو تأبى، هذا هو نردو الماضي ونشوف تأبى ونشوف الأصل ديالو هو أبى ونشوف الحروف الزايدة هنايا، إذن هي التاء تتأبى وعندي واحد الشدة هنا زايدة، إذن مزيد بحرفين، تتأبى مزيد بحرفين. إذن نمشيو للسؤال 16، هاد الورقة كنت ما لقيتهاش هنا، أما هادو فراهم كاينين. بالنسبة للسؤال 16، حدد نوعية النص بوضع علامة داخل الخانة المقابلة للجواب الصحيح مما يأتي. إذن هل هو نص إخباري أم نص تفسيري أم نص سردي أم نص حجاجي؟ إذن انطلاقا من قراءة النص، إذن هذا أسئلة متعلقة بالنص، ما كنحاولش نطول فيها باش ما نطولش بزاف، إذن فقط قراءة النص سيتبين لك أن النص هو نص تفسيري، نص تفسيري. سؤال 17، ضع علامة داخل الخانة التي كتبت بها الهمزة بطريقة سليمة فيما يأتي. متلألئ، إذن فرها اللي صحيحة، واش هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي؟ إذن هادي همزة متطرفة، الهمزة المتطرفة عندها قاعدة تكتب على، عندي أربعة نتاع الحالات، إما على السطر أو على الواو أو على الألف أو على الياء. إذن شنو هي القاعدة نتاع الهمزة المتطرفة؟ هي كنشوف الحرف اللي قبلها فقط، إذا كانت قبلها فتحة كنكتبها على الألف، كانت قبلها واو ضمة كنكتبها على الواو، كانت قبلها كسرة كنكتبها على الياء، أما إذا كان قبلها سكون سواء ميت أو حي فتكتب على السطر. إذن غنشوف هنايا شنو عندي هنا، متلألئ، إذن متلألي، إذن عندي لي، إذن عندي كسرة، إذن غادي تكتب على الياء، متلألئ هذه هي الصحيحة، متلألي. إذن هاهي كسرة، إذن غنكتبها على الياء، متلألئ، هذه هي الكتابة الصحيحة. إذن هذا ما ماشي شي مشكل هذا. نمشيو للسؤال 18، ضع علامة أو ضعي علامة داخل الخانة التي تتضمن أسلوب النهي، أسلوب النهي مما يأتي. لا ريب في أن هذا الارتباط قد جعل الوضوح لغة الحديث اليومي. لا علاقة تربط بين اللغة التي يوظفها الشعراء ولغة الحديث اليومي. لا تخلط بين مفردات اللغة التي يوظفها الشعراء ولغة الحديث اليومي. ثم لا يستمد الشعراء الجدد مفرداتهم دائما من لغة الحديث اليومي. إذن أسلوب النهي هو كيكون مثلا
عندي لا كتبعها واحد الفعل أمر، لا تذهب فعل مضارع مثلا، لا تذهب لا تذهب مثلا هذا نهي، لا تفعل كذا لا إلى غير ذلك. مثلا عندي هنا لا تخلط، إذن هذا نهي، لا تخلط بين مفردات اللغة التي يوظفها الشعراء ولغات الحديث اليوم. إذن أسلوب النهي هو الجملة الثالثة. ثم 19، سؤال 19، صل أو صلي بسهم بين الاسم ونوعه فيما يأتي. اسم صحيح، اسم منقوص، اسم ممدود، ثم اسم مقصور. الاسم المقصور هو كل اسم آخره ألف لازمة سواء مقصورة أو ممدودة، بحال مثلا فتى، ذكرى، إلى غير ذلك، دنيا، إلى غير ذلك. هذا هو الاسم المقصور. غادي نشوف الاسم المقصور في الراء هنايا، بحال الفتى، هذا اسم مقصور. الاسم ممدود هو آخره همزة وقبلها ألف، بحال مثلا سماء، صحراء، هواء، إلى غير ذلك، هذا هو الاسم الممدود. ثم الاسم منقوص هو ما كانت آخره ياء غير مشددة، ما كتكونش مشددة، ياء لازمة وقبلها كسرة، مثلا القاضي، الراعي، الماضي، إلى غير ذلك. إذن الساعي هذا هو اسم منقوص. ثم الاسم الصحيح، الاسم الصحيح معنى الاسم الصحيح، الاسم الصحيح هو اللي مثلا ما كيكونش فيه شي حاجه اللي مغيره، مثلا اعلال او ابدال، بحال مثلا هذا القول الا مشينا الاصل نتاعو شنو هو، الاصل نتاعو هو قال، نلاحظوا قال كانت عندي الف ولات واو، اذا هذا اسم غير صحيح. مثلا الشاعر، اذا هذا اسم صحيح، اذا الشاعر هو الاسم الصحيح. ثم نشوف الأسئلة الموالية. السؤال الموالي هو السؤال 20، ماذا لدينا؟ ضع علامة داخل الخلا المقابلة للجواب الصحيح حسب منطق النص فيما يأتي. لغة الشعر شديدة الصلة بالحاجة اليومية، لغة الشعر عديمة الصلة بالحاجة اليومية، لغة الشعر ذات صلة ضعيفة بلغة الحديث اليومي، ثم لغة الشعر ذات صلة قوية بلغة الحديث اليومي. إذا انطلاقا من النص، ستقرأ النص جيدا، سيتبين لك أن الجواب الصحيح هنا حسب منطوق النص فيما يأتي هو لغة الشعر ذات صلة ضعيفة بلغة الحديث اليومي، بمعنى الحديث اليومي ما كتكونش عنده علاقة جيدة يعني وطيدة بلغة الشعر، بمعنى غائبة في الحديث اليومي. ثم السؤال 21، صل أو صلي بسهم بين الجملة ونوع التمييز الذي يتضمنه فيما يأتي. إذا التمييز، إذا كنحاول ما أمكن نرجع للدروس فيما ما كنلقى شي سؤال بحال هذا، خاصة في التراكيب أو الصرف التحويل كنحاول نرجع للدرس. إذا عندنا التمييز، التمييز عندي جوج أنواع، إما ملفوظ أو ملحوظ. ملفوظ كيكون فيه عندي كاين تمييز عدد، إما كيكون فيه عدد، وزن، كيل، أو مساحة، هذا هو التمييز الملفوظ. غادي نعطيو أمثلة. التمييز الملحوظ يفهم من الجملة، مثلا عاد اشترى أبي مثلا، ولا اشتريت عدد، اشتريت ثلاثة دفاتر، اشتريت ثلاثة دفاتر. نلاحظوا هذا عدد، تمييز هو هذا دفاتر، هذا تمييز عدد. وزن، اشترى أبي كيلوغراما لحما. لاحظوا هذا وزن، كيلوغرام هذا وزن، لحما تمييز وزن، إذن هذا تمييز ديالو. تسمح. ثم كيل، مثلا اشترى، نحاول نبسط ما امكن، اشترى ابي سطل عسل. اذن كيل شي حاجه كنعبروا بها، بحال مثلا مد، كيل، سطل، كوب، الى غير ذلك. اذن هذا كيتسمى كيل، هذا سطل، هذا كيل. اذن عسل تمييز. ثم مساحه، مثلا شرب أخي كوبا
ماء مثلا، كوب هذا كيل، ها ماء تمييز. ثم المساحة، مثلا زرع الفلاح هكتارا أرضا، هذه مساحة وهذا تمييز ديال هذه المساحة. إذن هذا هو التمييز الملفوظ، عندي فيه أربعة الحوايج: عدد، وزن، كيل، المساحة، وهذه هي الأمثلة. ثم التمييز الملحوظ، التمييز الملحوظ هو اللي كيكون يفهم من الجملة. مثلا تزداد مدينة مراكش جمالا في فصل الصيف مثلا ولا في فصل الربيع، ها تزداد مدينة مراكش جمالا. إذن هذا إلا حيدت هذا الآخر، هذا تزداد مدينة مراكش، إذن هنا عندي غموض، التمييز هو اللي كيحيد لي هذا الغموض من الجملة. تزداد مدينة مراكش كثافة مثلا في بالناس في فصل الصيف مثلا، إذن ملي كندير هذه الكلمة هذه هي اللي كتحيد لي هذا الغموض، إذن هذا هو ما يسمى بالتمييز، هذا تمييز ملحوظ مفهوم من الجملة. مثلا علي أكثر اجتهادا من خالد مثلا، إلا قلت علي أكثر وسكت أنا عندي غموض في هذه الجملة، اللي كنزيد هذا اجتهادا إذن هذا تمييز جاي مورا هذا اسم التفضيل، إذن هذا هو التمييز الملفوظ والتمييز الملحوظ. إذن غادي نشوفوا السؤال 21 يقول: صل أو صلي بسهم بين الجملة ونوع التمييز الذي تضمنه فيما يأتي. نظم الشاعر 30 بيتا، ها شنو كنلاحظوا؟ 30 عندي عدد، بيتا هذا تمييز ديالو، إذن هذا مباشرة تمييز عدد، تمييز عدد. اشترى الشاعر هكتارا أرضا، شنو عندي هكتارا؟ إذن مباشرة هذا تمييز مساحة، تمييز مساحة. ملأ الشاعر قلوب الحاضرين فرحا، هنا ما عندي لا عدد لا مساحة لا كيل لا وزن لا حتى حاجة. إذن قلنا ملأ الشاعر قلوب الحاضرين، إلا قلت بحال هكا وسكت هنا عندي غموض في هذه الجملة، ولكن هذا فرحا هذه حيدت لي هذا الغموض من هذه الجملة هذه، من هذا هو التمييز ملحوظ يفهم من الجملة، إذن هذا فرحا هو التمييز وهو تمييز ملحوظ. ثم أعطى الحاكم الشاعر قربة عسلا، أعطى الحاكم الشاعر قربة عسلا، إذن هذه قربة مثلا قربة أو شي حاجة اللي كنعبرو بها، مثلا هذا كيل، هذا وتمييز كيل، تمييز كيل. إذن تمييز الوزن ما عنديش هنا، ما كاينش تمييز وزن هنا. ثم نشوفوا السؤال 22، السؤال 22 يقول: ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للفعل المتعدي إلى مفعول واحد في الجملة الآتية. إذن نشوف الفعل المتعدي إلى فعل واحد، لأن كاين الفعل اللازم ما عندوش غير مفعول به، والفعل المتعدي كاين اللي عنده مفعول به، كاين اللي يقدر يوصل لجوج، كاين اللي يقدر يوصل حتى ثلاث مفاعيل. مثلا نشوف الجملة الأولى: أضحى الشاعر محبوبا لدى الفقراء أو أعود. إذا أضحى الشاعر محبوبا لدى القراء، إذا عفوا القراء. إلا لاحظت هنا أضحى، فهذا باش كيفكركم هذا الآخر، هذا أضحى هذا ناسخ فعلي من أخوات كان، وأخوات كان عندها اسمها وعندها خبرها، وبالتالي هذا محبوبا فليست مفعول به. إذا نرد بالي مزيان لهاد الجمل هادو، محبوبا ليس مفعول به، هنا ما عنديش كاع مفعول به. الجملة الثانية: أنشد الشاعر قصيدة رائعة أمام الجمهور. نشوف أنشد فعل ماض مبني على الفتح، الشاعر فاعل مرفوع بالضمة الضارعة على آخره، أنشد ماذا؟ قصيدة، إذا هذا مفعول به. كيف هي هذه القصيدة؟ رائعة، هذا نعت وليس مفعول به ثاني، رائعة ليست مفعول به، فهي نعت. أمام ظرف مكان منصوب وهو مضاف، الجمهوري مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. من هنا عندي مفعول به واحد، إنها هو، فهذا الجواب الصحيح. علم الشاعر مبتدئين قرض الشعر، إذن هنا علم، إذن هذا الفعل علم يتعدى الفاعل إلى مفعولين، إذن علم، إذن مبتدأ مفعول أول، مفعول به أول، وهذا مفعول به ثاني.
ثم رابعا منحت المؤسسة الشاعرة جائزتها السنوية، إذا منح حتى هو يتعدى الفعل إلى مفعولين وأكثر. منحت المؤسسة الشاعرة مفعول به أول، جائزتها إذا جائزتها مفعول به ثاني، إذا الجواب الصح هو السؤال أو الجملة الثانية. ثم 23 صل أو صلي بسهم بين صيغة الأمر والجملة التي تتضمنها فيما يأتي. من عندي اسم فعل الأمر، فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، ثم فعل مضارع مقرون بلام الأمر. اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر هو صوموا لأجل صحتكم وسلامتكم، هذا اسم فعل أمر، صوموا اسم فعل أمر. أو صاعوا، لا 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 لا، هنا اسم فعل أمر هو عليكم أنفسكم لا تنسوا الصيام، عليكم أنفسكم لا تنسوا الصيام، هنا في فعل أمر هذا وليس اسم فعل أمر. فعل الأمر، فعل الأمر هو هذا صوموا لأجل صحتكم وسعيدا، هذا فعل أمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. إذا ما معنى مصدر نائب عن فعل الأمر؟ بحال مثلا فصبرا في صيام هذا الشهر، هذا الشهر، نعم، لأن هنا مصدر نائب عن فعل الأمر. ثم أخيرا فعل مضارع مقرون بلام الأمر، مقرون بلام الأمر بحال مثلا فمن شاء فليصم، فليصم، إذا هنا عندنا فعل أمر، فعل مضارع، نعم، مقرون بلام الأمر، إذا هنا هذا هو فعل مضارع مقرون بلام الأمر. إذن إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، إلى حلقة مقبلة إن شاء الله، ونكمل باقي الأسئلة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.